السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجة 97 FM في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ترحيب. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وقبل ما نبدأ حلقاتنا نبارك لكم بالحياة مشاهدينا الكرام حمد اليوم، اللهم لك الحمد. من الصبح احنا متباشرين في هالمطر والغيوم، اللهم لك الحمد. وبيكون بكرة إن شاء الله الليلة بيكون عندنا فقرة اللي هو علوم الجو إن شاء الله تعالى، وبنعطيكم علوم المطر إن شاء الله، وبإذن الله تعالى أنه مستمر والله يزيده إن شاء الله ويرحم عبيده إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، وبشر بالفقع إن شاء الله، بدأت أماكن قليلة إن شاء الله تظهر فيها الفقع، وإن شاء الله الموسم هذا بتبشرهم بالفقع إن شاء الله. نبغي منك دام منك تبشرهم عاطر منه. أنا باللي بلقاه باكله. جعل فيه العافية إن شاء الله. خلونا نبدأ مشاهدينا اليوم بافتتاح مواقف السيارات الجديدة في سوق واقف، واللي بيكون بإذن الله تعالى غدا الاثنين بعد الانتهاء من كافة مراحل البناء فيه. المواقف اللي تم تشييدها تحت الأرض تمتد على مساحة شاسعة وتضم نفق للمشاة من الحديقة لين سوق واقف. خلونا نشوف مشاهدينا يعني المواقف الحديقة اللي في كورنيش قطر. نعم. يعد سوق واقف ملتقى لابد منه لكل زائر ومقيم، لكونه يجمع عبق الماضي وروح العصر بلمسة فنية مميزة، حتى أصبحت زيارة قطر لا تكتمل للسائح إلا بالتجول في ممرات سوق واقف. لذلك لا قرابة أن يتم إنجاز عدد من المشروعات النوعية والحديثة في هذا المعلم السياحي التراثي الترفيهي لمواكبة الزيادة المستمرة في عدد زواره. ومن هذه المشروعات المهمة مشروع حديقة ومواقف سوق واقف الجديدة، واللي تسهم بشكل فعال في تطوير خدمات السوق، وهو بإشراف من المكتب الهندسي الخاص. يتكون المشروع من حديقة عامة تحتوي على جميع المرافق الضرورية مثل منطقة ألعاب للأطفال، مسرح خارجي يتسع إلى 1800 شخص، أماكن اللياقة البدنية، مساحات خضراء، إضافة إلى مرافق خدمية أخرى. أما أرضية الحديقة فتعلو ثلاث طوابق من مواقف السيارات اللي تستوعب 1940 سيارة، وهي مضاءة ومبردة ومجهزة بأحدث التقنيات العالمية لضمان السلامة العامة، ناهيك عن انسيابية الحركة وسهولة الإدارة. وهناك ممرات للمشاة تحت الأرض تربط المواقف بالكورنيش من جهة وبالسوق من جهة أخرى، كما تم تجهيز عدد من المصاعد تلبية لاحتياجات مستخدمي المواقف، بالإضافة إلى سلالم كهربائية تسهل انتقال المشاة في الداخل. لا شك في أن سوق واقف يسعى دوماً لمواكبة العصر والسير قدماً إلى التطور دون أن يخسر طابعه التراثي. مثل ما قلت حمد، وشفنا في التقرير ان سوف يتم افتتاح المواقف ان شاء الله بكره، ايضا المرافق المصاحبه لها لتواكب ايضا سوق واقف الزوار، العدد الكبير من الزوار اللي يجون سوق واقف. هناك ايضا المواقف، الحديقه، المسرح، وايضا مساحات خضراء عديده، وايضا العاب للاطفال ان شاء الله الجميع يستمتع فيها. وسوق واقف ايضا تواصل اداره السوق استعدادها لانطلاق مهرجان الربيع 2015، واللي سينظم هذا العام تحت شعار الطائرات الورقيه، حيث المقرر أن ينطلق المهرجان يوم الجمعة المقبل 23 يناير الجاري، واستمر حتى 6 فبراير المقبل. نعم، عن هذا المهرجان وآخر الاستعدادات معنا في الاستديو السيد عادل الكلدي رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان ربيع سوق واقف. مرحبا ومسهلا يا عادل، لكن قبل أن نبدأ الحوار معك خلونا مشاهدينا نشوف هذا التقرير عن استعدادات سوق واقف للمهرجان. Thank you.
هكذا يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانطلاق مهرجان ربيع سوق واقف 2015 يوم 23 من الشهر الحالي، إذ من المتوقع أن يشكل السوق وجهة أولى لمختلف الشرائح العمرية بغية الاستمتاع بالعديد من الفعاليات المتنوعة على مدار 15 يوما. هذه الخيمة الكبيرة تستقبل إحدى أهم الفعاليات، وهي الحفلات الغنائية التي تنظمها إذاعة صوت الريان وتجمع أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، وقد بدأت ملامح الديكور الداخلي تظهر فيما باتت مقاعد الجمهور شبه جاهزة. وفي الجهة الثانية من السوق هناك وجهة أخرى مميزة خاصة بالأطفال، وتحتضن الألعاب والفعاليات الترفيهية المتنوعة، وقد تم تركيب التجهيزات والألعاب على اختلافها وأضحت جاهزة لاستقبال زوار المهرجان الذي يحمل هذا العام شعار الطائرات الورقية. ويشهد المهرجان في دورته الرابعة توزيعاً للفعاليات في مختلف أرجاء السوق، وذلك لإيجاد خيارات متعددة للزوار على تنوع أذواقهم واختلاف أعمارهم. يشار إلى أن مهرجان الربيع في سوق واقف يعد واحداً من أهم الفعاليات الترفيهية في المنطقة، ويجذب أعداداً كبيرة من الزوار المقيمين والسائحين القادمين من دول الجوار، حيث أصبح المهرجان وجهة سياحية للعائلات. شفنا معكم متابعينا الاعزاء استعدادات سوق واقف لاستقبال هذا المهرجان الضخم، ونرجع لضيفنا الكريم السيد عادل الكلدي. مرحبا بك عادل. الله يرحب بك اخوي احمد، ومرحبا فيكم جميعا. حياك الله. عادل، ما شاء الله نشوف الاستعدادات على قدم وساق. لا وغير كذا بديت اعتقد من قبل اسبوع او اكثر نشوف المسرح، نشوف بعض الاغاني وبعض الفعاليات اللي في سوق واقف. صحيح. غير المهرجان اللي تاريخ 23 ان شاء الله. كلمنا عن استعداداتكم. طبعا مثل ما شفتوا في التقرير، الاستعدادات جاريه يعني منذ فتره يعني للمهرجان. كون مهرجان ربيع سوق واقف هو يعني الاضخم على منطقه الشرق الاوسط، هذا المهرجان متنوع ومتعدد، وهو موجه للعائله بشكل عام، فيه للاطفال وفيه للكبار، فيه الغناء وفيه الفنون الشعبيه، فيه مسرح الاطفال وفيه ايضا الالعاب، وكل هذا التنوع يسهم في تنشيط السياحة في دولة قطر وبشكل عام وسوق واقف بشكل خاص. وإحنا نسعى أن اللجنة المنظمة لفعاليات سوق واقف دائما في اجتماعات مستمرة للإعداد لمثل هذه المهرجانات ومهرجانات أخرى. فإحنا بعد الانتهاء من احتفالات اليوم الوطني بدأت الاجتماعات للتجهيز لهذا المهرجان، وقبلها كانت هذه التجهيزات أيضا، الاتفاق مع الشركات، الاتفاق مع المشرفين على الفعاليات والفرق الشعبية وأيضا الفرق المسرحية وغيرها من الأمور. ولله الحمد يعني قطعنا شوط كبير واصبحنا الان يعني على وشك انطلاق المهرجان، واحنا الاستعدادات يعني شبه كامله ان شاء الله. نعم، اللي حضر عادل سوق واقف العام. نعم. وحضر السنه يشوف يعني قبل الدخول في المواقف في صاير فيه في اشياء متطوره. بكره بيكون في افتتاح المواقف اللي ذكرناها. نعم. قبل اللقاء اللي هي اللي باتجاه الكورنيش. نعم صحيح. وفي خيمه كبيره اللي هم مسوينها كانها استوديو. نعم. في عند المواقف الغربية. نعم. ففي في في شيء في تطورات يعني اكثر من العام. نعم، يعني هل المواقف الجديدة اللي ان شاء الله راح تحل مشكلة الازدحام و بشكل نهائي ان شاء الله، هي تشعل حوالي 2000 سيارة. هذه المواقف يعني تخدم السوق بشكل مباشر وترتبط بأنفاق مثل ما شفنا في التقرير مع سوق واقف. نعم. لأمان الزوار سوق واقف وسلامتهم. ايضا تحتوي على الحديقه العلويه والمسرح المفتوح شبه مسرح روماني. نعم. يقع فوق الحديقه ايضا، وايضا هناك العاب للاطفال مثل ما ذكرت. المسرح اللي موجود في الساحه الغربيه هو مجهز بالكامل ومغلق تحسبا لعوامل الطقس التي. نعم. ممكن انها تكون باحتمال الامطار، احتمال الهواء. وهذا معد ومجهز للحفلات الفنيه والغنائيه بالذات. في شيء غير الحفلات الفنيه فيه؟ نعم. استوديو كبير. لا هو ولا بس هو مخصص هذا فقط مخصص للحفلات الغنائيه. حفلات الغنائيه التي تقام تحت رعايه اذاعه صوت الريان. نعم. لدينا ايضا مسرح الريان، المسرح المغلق، وراح تقام عليه مسرحيتين ايضا
للأطفال. للأطفال نعم، وأيضا هناك في ساحة الأحمد ستكون هناك خيمة كبيرة مجهزة للألعاب الترفيهية والألعاب الكبار وألعاب الأطفال أيضا. جميل جميل. في هناك أيضا المسرح بينفتح بعد مع الحديقة واللي بتفتح نعم مع المواقف. نعم ولكن أعتقد لن تقام عليه فعاليات هذا العام إن شاء الله في المستقبل. إحنا لدينا أيضا المسرح الذي جهز للحفلات الغنائية في الساحة الغربية بجانب قلعة الكوت. يجي سوق واقف بيشوف. واضح هو بجانب قلعة الكوت، وهذا يتسع لحوالي 2000 متفرج مغلق، فيه ديكورات جديدة ومصممة بأحدث الطرق، وسيكون مفاجأة للجميع إن شاء الله. فيه أيضا أماكن مخصصة للعائلات ولذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا دائما ما تحرص عليه اللجنة المنظمة أن يكون الجميع في راحة وفي أمان وفي سلام إن شاء الله. عادل يمكن بالإضافة إلى هناك ستكون أيضا فعاليات في مركز فنون سوق واقف عبارة عن ورش الأطفال يشارك فيها مجموعة من الفنانين التشكيليين، راح يرسمون بشكل حي مباشر سواء كان الرسم الجداري أو الخزف أو النحت، وراح يكون ورش للأطفال تحت عنوان البيئة، هو هذا العنوان المركز الفنون. رسومات من وحي البيئة. من وحي البيئة، وراح أيضا المحافظ على البيئة راح يعلمون الأطفال شلون البيئة القطرية بشكل خاص والبيئة بشكل عام، الحيوانات اللي في البيئة، الشجر، الحصى، يعني كل ما يرمز إلى البيئة القطرية. كل مركز للبيئة والمحافظة عليها. سوق واقف أو مركز سوق واقف الفنون هالسنة ما شاء الله عليه نشطه أيضا متفاعل مع هذا المهرجان كعادته، في هناك 5 فعاليات. فيه أيضا من أحد الفعاليات الجميلة في مركز فنون سوق واقف في طفل له فن خاص فيه اللي هو الطائرات الورقية. نعم. وهذا سؤالي لك، الطائرات الورقية تحمل شعار هذا العام، شعار المهرجان لهذا العام. نعم. السر من وراء ذلك؟ في كل مهرجان نحاول نكون في لوجو أو رمز للمهرجان، الهدف منه إظهار البهجة والسرور، وخاصة أن الطائرات الورقية هذا راح توزع كهدايا رمزية على الأطفال وعلى المارة في سوق واقف. راح تكون كفعالية أو مجرد توزيع؟ مجرد توزيع هدايا. نعم. تعبر عن هذا المهرجان وذكر للذكرى. وراح توزع عن طريق مركز الإرشاد السياحي اللي في سوق واقف. نعم. وعن طريق الفعاليات الأخرى المنتشرة والمركز الإعلامي أيضا. وهذا ما ننوه عنه أنه راح يكون هناك مركز إعلامي متكامل ومعد للصحفيين لخدمتهم وتزويدهم بالأخبار وكل ما يخص المهرجان. وهذا إحنا الآن نقوم كلجنة إعلامية بحملة يعني دعائية للمهرجان، سواء كان من خلال الجرائد من خلال القنوات الفضائية، وأيضا سيجد الزوار إلى سوق واقف يعني هناك موقع إلكتروني أيضا خاص بالفعاليات سوق واقف -festival.com، ومن خلاله يستطيع الزائر أن يطلع على جدول فعاليات سوق واقف بشكل كامل وأماكن تواجدها موزعة في داخل السوق في أرجاء السوق المختلفة. ويمكن أيضا التواصل، هناك أرقام للتواصل والحجز التذاكر، لأن هناك مسرحيات ستكون أيضا بأسعار رمزية إن شاء الله. نعم. هذا اللي إحنا نبغى نسألك، يعني دائما الفعاليات اللي تقام هي فعاليات ضخمة جدا، لكن نعم. إدارة سوق واقف تحاول يعني ودها أن تقدم هالمسرحيات، وإذا تقدمت تكون بأسعار رمزية، الهدف صحيح. مشاركة الناس، حضور بالضبط. الناس، والهدف بعد حتى يعني الأسر سواء كانت من قطر أو حتى من دول مجلس التعاون. وأنا جاي لقناة الريان أشوف ما شاء الله يعني سيارات من عمان، سيارات من السعودية، سيارات من الكويت، سيارات من الإمارات، الحمد لله. إضافة إلى ذلك بعد موجود يعني في مجموعة مهرجانات قائمة في الدوحة الحين، مثل مهرجان اسمه الأمير وادي السباق الهجن اللي شغال وفي منافسات، ففي حركة الحمد لله. وفي عندنا لا ننسى أنها بطولة العالم لكرة اليد، هذا حدث مهم على مستوى العالم. أيضا قطر ولله الحمد أصبحت وجهة سياحية للعائلة، العائلات في دول الخليج تحرص دائما على الحضور في إجازاتهم إلى قطر بأعداد كبيرة وفخمة. وإذاعة صوت الريان أيضا بدأت في هذا الأسبوع بعمل جلسات وسمرات غنائية في سوق واقف بهدف يعني إيجاد المتعة والسعادة على زوار سوق واقف. وسينطلق بعدها أيضا يوم الجمعة القادم إن شاء الله مهرجان ربيع سوق واقف من 23 مختلفة من 23 لغاية 6 فبراير. نعم. هذا المهرجان سيكون بشكل يومي، مثل ما قلنا إذا نتحدث بشكل تفصيلي عن الفعاليات سيكون هناك عرض للدلافين. لا احنا نبغى نعرف الله يسلمك شو الفرق الحين على الهواء، نشوف فعاليات من العام. نعم. شو الفرق بين فعاليات العام والسنة؟ إذا كانت هي نفسها لا طبعا أكيد بيكون في شيء جديد، أكيد في جديد. حنا الجديد وشو؟ الجديد هناك مسرحيتين للأطفال على مسرح الريان، ستكون هناك مسرحية شون ذا شيب، يعني هي مسرحية أسترالية النسخة الأصلية، وأيضا ستكون هناك فرقة كراميش راح تقدم، وهي مشهورة من الأردن الشقيق، ستقدم للأطفال
قصص وأغاني للأطفال. أيضا سيكون عندنا هناك الأكروبات والسيرك والجوال في أرجاء سوق واقف، الفرق الشعبية، هناك الفنانين الجدد، وحرصة إذاعة صوت الريان على أنه تكون هناك يعني أو يكون هناك يعني فنانين مخضرمين وفنانين شباب. يشارك 6 فنانين من قطر: علي عبد الستار، منصور المهندي، عيسى الكبيسي، فهد الكبيسي، وقانم شاهين، وسعود جاسم. 6 فنانين من قطر سيشاركون ضمن كوكبة من نجوم الوطن العربي، يصل عددهم إلى حوالي 28 فنان. وستكون احتفالات الغنائية بشكل يومي، كل ليلة 2 من الفنانين، وبعض الليالي سيكون هناك فنان واحد. أيضا عرض الدلافين ستكون مختلفة، احنا جبناها يمكن قبل 2 سنين وكان ولقت ووجد إقبال كبير من الجماهير، ولذلك ستتكرر هذا العام. وين بتكون؟ وستكون خلف قناة الريان باتجاه الشرق. سيكون هناك عرضين يوميين، يبدأ العرض الأول في 3:30 تقريبا إلى 5:00، ومن 5:30 إلى 7:00. هناك عروض المسرحية أيضا ستكون بداية من 4:00، والعرض الثاني سيكون بداية من 7:00. الحين الناس اللي تبغى تأخذ تذاكر وين تأخذها؟ إحنا قاعد نعرف بالفعاليات ونعرف بالأشياء اللي عندكم. نعم. وشوقتوني أنا بعد إني أنا بحضر العرض الدلافين. الفعاليات ستباع التذاكر وين بنحصل؟ على شباك قناة مسرح الريان، ستكون هناك موجودة هناك، ستكون هناك للمسرحيات أكشاك. للمسرحيات ستكون هناك أكشاك خاصة أيضا في السوق لبيع تذاكر المسرحيات. لا ننسى أن الدلافين أيضا نفس الشيء، سيكون هناك أكشاك لبيع تذاكر. نعم، لازم تحضر وتشتري ما في عن طريق الأونلاين ولا في موقع، بس أعتقد أنه مو فعل عن الأونلاين، لكن يعني لازم حضور السوق واقف، تأخذ تذكرتك، تحدد نعم الفعالية اللي تبغيها. صحيح، حق بكرة ولا بعده أو في نفس اليوم. بالضبط، أو في نفس اليوم. نعم، إن شاء الله ستكون متاحة للجميع، ونتمنى للجميع الحضور والفائدة والاستمتاع بهذه الفعاليات المتنوعة. مثل ما قلنا هناك الفعاليات متنوعة بشكل كبير، يعني سواء كان الطفل الصغير الكبير سيجد. أنا أبغى أسأل أحمد بحضر عقب الفعاليات اللي قال تحضري واحدة فيهم. أنا مش راض، أنا راح أكون موجود فيها، لأن برنامج حياكم في سوق واقف بيكون يوميا. خل هذه بشارة مشاهدين الكرام في سوق واقف. لا الحضور، وين تحضر أي فعالية؟ كل مرة راح نكون فعالية. احنا كل مرة راح نكون فعالية يعني. وانت وين بتحضر؟ خلي انك تكون موجود كمقدم، لا كحضور لك نفسك. ما اقدر برنامج مثل ما قلت. ها؟ هو مختار الاسهل الدلافين اساس من فوق القناة. على طول. انا امور البحر احبها. واحنا ايضا نشكر جهود قناة الريان يعني على انهم راح يقيمون استديو خاص بالمهرجان، سيكون مدته 1:30 تقريبا. هذا واجب. وبالعكس يعني هذا جهود مشكورة، وسائل الاعلام الاخرى ايضا متفاعلة معنا والحمد. نشكر الجهات المتعاونة من وزارة الداخلية، من كل الجهات التي تساهم معنا في إنجاح هذا المهرجان اللي هو مهرجان قطر في النهاية. صحيح. ونتمنى أن نرفع اسم بلادنا. يمكن عادل ثاقبت الفترة هذه أن هناك العديد من الفعاليات، وأيضا من نقول مهرجانات وغيرها، مثل استقبال كرة اليد مثل ما ذكرت، وغيرها. نعم. من الفعاليات العديدة اللي تشرفنا، واللي أيضا تحملكم أنتم كمعلم كبير في سوق واقف، كأنتم إدارة سوق واقف تحملكم دور كبير. والأمانة شكرا على جهودكم اللي كل سنة تورونا شيء أجمل من السنة اللي بعدها. لكن حتى في تركيز المسرحيات شان دشيب، يعني فيلم كرتوني معروف، لذلك جاذبين وقاصدين جميع الشرائح. أتوقع السنة هذه راح يكون في هناك إقبال كبير من دول مجلس التعاون وأيضا دول العالم مثل ما تعودنا كل سنة. ما هو حجم الإقبال اللي متوقع هالسنة إن شاء الله؟ والله احنا دائما نتوقع زياده في الاقبال الجماهيري على فعاليات سوق واقف، كل سنه عن سنه يكون الاقبال متزايد. العام كان عندنا في مهرجان العيد حوالي 320,000 زائر، هالمره نتوقع ان يفوق او يتضاعف هذا العدد، ليكون قطر تشهد ايضا فعاليات مثل ما قلت. نعم. يعني سواء كاس العالم في هناك اكيد، وما حد يفوت سوق واقف اللي يجي قطر على طول يبيها. العالم الرئيسي يعني أكيد. انا حتى احد الاخوه الموجودين في مطار الدوحه الدولي يقول لي لما ينزل السائح يسالني عن سوق واقف، لان حتى لو ترانزيت يعني ينزل السوق 3 ساعات 4 ساعات ويرجع. طيب، فسوق واقف اصبح معلم، ليس معلم لقطر بل معلم مستوى العالم، يعني اشتهرت فيه قطر. وبالعكس هو يقدم كافه التسهيلات لزواره على مدار الساعة، ولله الحمد. الله يوفقكم إن شاء الله. طيب عادل، باختصار كلمة أخيرة تحب توجهها للجمهور اللي يبغون يجون فعاليات سوق واقف ويزورون سوق واقف؟ احنا نتمنى من الجمهور أول شيء الحضور
والحضور الفعاليات ستبدا من الساعه 3 بعد العصر، ونحن نعرف ان الطلاب في اجازه، ولذلك يستحب ان من ياتي الى سوق واقف ان يكون ياتي بدري. المواقف مثل ما قلنا متوفره، ايضا متوفره بجانب مسجد الشيوخ، متوفره المواقف الغربيه والشرقيه ايضا، والمواقف الجديده اللي هي مكان وزاره الخارجيه ومركز العاصمة سابقا، 9000 سيارة. لدينا أيضا خلف البنوك مواقف هناك، ومواقف سوق النجادة، ومواقف فنر، ومواقف مركز المدينة أيضا. كل هذه الخدمات والتسهيلات من أجل راحة الزائر. نعم. ولذلك نتمنى من يأتي إلى هنا يصطحب أطفاله والعائلة بشكل كامل، سيجد أيضا المتعة والفائدة. خدمات سوق واقف منتشرة، المقاهي، المطاعم، الفنادق أيضا، ولله الحمد هناك حوالي 7 فنادق يعني يتقدم خدماتها، وأعتقد أنها إشغالها 100%. ولذلك أتمنى من الجماهير أن يأتوا بدري إلى الفعاليات للاستمتاع، وإن شاء الله يقضوا وقت ممتع. إن شاء الله إن شاء الله. عادل الكلدي، رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان ربيع سوق واقف، شكرا لوجودك معنا في برنامج ترحيب وبيض الله وجهك. وجهك أبيض. اللقاء هذا لا يعني أنه اللقاء الأخير في مهرجان سوق واقف، جايينك بعد الفترة القادمة. والله إحنا في خدمتكم محاضرين، وبالعكس إحنا نتكامل مع بعض، وإن شاء الله نطلع بصورة جيدة. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بنطلع فاصل قصير وعقبه بنتابع. فعاليات الملتقى الأول للشباب لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تابعونا.